تم إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الدولي للكيمياء. هذا الملتقى عرف مشاركة فاعلين محليين ودوليين اللي تم فيها مناقشة الآراء ووجهات النظر ومناقشة فرص الاستثمار في هذا القطاع اللي جد حيوي. وزارة الصناعة تتواكب هذا القطاع من حيث في إطار برك المشاريع التي تم إطلاقه في إطار المخطط إنعاش الصناعي، واللي فيه تتم لحد الآن تم تحديد حوالي 1615 مشروع يتم مواكبته الآن. في هذا 1615 مشروع كاين 33% منها تهم قطاع الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية. اليوم كتنظم الفيدرالية المغربية للشركات الكيماوية والشبه كيماوية واحد اللقاء مهم، لقاء دولي لتعريف بهذه الصناعات الكيماوية في المغرب اللي هي تمثل تقريبا 200 مليار درهم ديال رقم المعاملات، وهي في اغلبيتها صناعات محلية وصناعات دولية. الهدف من هذا اللقاء الذي ديال اليوم هو التعريف بالمغرب كوجهة أساسية للاستثمار في هذا المجال، وكذلك التفاعل مع الصناعات الأخرى مع الصناعات الكيماوية من أجل تطوير جميع المجالات للوصول للاكتفاء الذاتي الصناعي كما يطلب بذلك صاحب الجلالة نصر الله. Heureux de participer aujourd'hui à ce forum, premier forum international de la chimie et de parachimie, un secteur qui connaît un grand développement, un secteur qui en 2022 investit 11 milliards de dirhams et représente 75 milliards d'exports, un secteur qui va certainement connaître une croissance encore beaucoup plus importante avec la charte d'investissement, et que maintenant les opérateurs marocains croient en leur économie, croient en leur marché, croient en leur pays. Et je pense que tout ça va se traduire dans les années à venir par une croissance importante de ce secteur.